السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم عبر شاشة قناة عدن الفضائية. وفي هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي عدن في أسبوع، والذي أعرض لكم فيه توليفة من التقارير الميدانية خلال أسبوع كامل، والبداية كالمعتاد بأبرز العناوين. منطقة النقع بصعدق بقوسين أو أدنى من سقوطها كاملا في أيدي أبطال اللواء حرب واحد مشاه. موفد قناة عدن الفضائية يزور مدفعية اللواء السابع حرس حدود بصعدة. تدشين حملة توعوية مناهضة لظاهرة حمل السلاح بعدن. أهلا بكم من جديد. أبطال اللواء حرب واحد مشاه جبلي يتقدمون في صعدة بإسناد من طيران التحالف العربي، وأصبحت النقع قاب قوسين أو أدنى من السيطرة الكاملة عليها من قبل أبطال الجيش الوطني. تفاصيل في سياق التقرير التالي. تناطح الجبال وعزائم لا تقهر، أبطال اللواء حرب واحد مشاه جبلي يتقدمون يوما بعد يوم باتجاه النقعة بإسناد من طيران التحالف العربي الذي يشارك الجيش الوطني لبلادنا مهمته العسكرية القتالية لدحر الميليشيات الحوثية في محافظة صعدة. قائد اللواء العميد أبو جبر يؤكد بأن النقعة باتت قاب قوسين أو أدنى من السيطرة الكاملة، وأن معنويات الأبطال مرتفعة وعازمون على تحرير صعدة بالكامل. بفضل الله وبعزيمة الرجال الأبطال من منتسبي اللواء حرب واحد، وبدعم من قيادتنا السياسية الممثلة بفخامة رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي، ونائبها الفريق الركن علي محسن الأحمر، والدولة وحكومة رئيس الوزراء، والدعم السخي من قيادة التحالف العربي الممثلة بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. حققنا تقدمات كبيرة في بلاد الرزامات، من مشارف عار إلى مشارف النقعة، وتم تحرير عدة مواقع استراتيجية مطلع على بلاد رزامي، وهذا ليس هدفنا الوحيد. هدفنا أكبر للسيطرة على محافظة صعدة بشكل عام، وعلى تحرير اليمن من هذه الشرذمة الخبيثة. أبطال اللواء حرب واحد مشاه جبلي يلقنون الميليشيات دروسا لن ينسوها، فكل يوم يتم التقدم ويخسر العدو أرواحا وعتادا كثيرة. سمير السروري لبرنامج عدن في أسبوع قناة عدن الفضائية. مهمة قتالية عسكرية عالية يقوم بها أبطال اللواء الثالث عاصفة في جبهة الملاحيض، ويتقدمون بشكل كبير والوصول إلى قرى المزرق. التفاصيل في هذا التقرير. قوات الجيش الوطني بقيادة العميد محمد العجابي تمكنت من إحراز تقدم كبير في جبهة الملاحيض بمحافظة حجة. وقال العميد العجابي إن قوات الجيش تمكنت من الوصول إلى قرى المزرق وسلسلة من الجبال المجاورة لها في تقدم كبير وملحوظ لأبطال الجيش، وبإسناد مدفعي من الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وكبدوا الميليشيات خسائرا فادحة في الأرواح والعتاد. قيادة اللواء الثالث عاصفة يشيدون بدور التحالف العربي لما يقدمه من إسناد لقوات الجيش الوطني، حيث حققوا انتصارات كبيرة وعازمون على التقدم حتى يصلون إلى عمق صعدة. أبناء الجيش الوطني أمامهم مهام جسيمة، وهي تمثل بتحرير العقول من الفكر الإيراني الدخيل على وطننا وعلى مجتمعنا
التي تحاول الميليشيات الانقلابية زرعه من قبل أن تحرر الأرض، ولكن أنا على ثقة تامة أن في هناك أبطال من الجيش الوطني أهلا لهذه المهمة وأهلا لهذه المسؤولية، وفي جانبهم كذلك الأشقاء بقيادة المملكة العربية السعودية. نحن هنا أبطال اللواء الثالث عاصفة بقيادة العميد محمد العجابي. تمت السيطرة بحمد الله على بعض التباب التي هي تبت الكامح اليمني وتبت العشة اليمنية، وبحمد الله أيضا وبفضل الله وبفضل الأبطال الجيش واللواء الثالث عاصفة تمت السيطرة والحمد لله على تلك المناطق. أرسل تحياتنا من هذا الموقع من ميادين الشرف والبطولة إلى الركن المشير الرئيس عبد ربه منصور هادي، ونقول له نزف لك من هذه المتارس تباشير ونصر، وإن شاء الله إنها أيام معدودة وإحنا في صعدة بقدرة دماتنا معين، بإذن دماتنا معين إحنا في صعدة، وكل عرق نصبه بإذن الله وراه جثث حوثه، إلا من رجع له عقله ولا عاد لعبوا عليه يرجع أهلا وسهلا به يدخل في حضن الشرعية. أبناء الجيش الوطني أمامهم مهام تتمثل بتحرير كافة الأراضي اليمنية من عملاء إيران ومن الفكر الإيراني الدخيل على الوطن وعلى المجتمع اليمني، وكلنا ثقة تامة بأن أبطال الجيش الوطني أهلا لهذه المهمة. لقناة عدن الفضائية سمير السروري، ولبرنامج عدن في أسبوع. خلال زيارتنا الميدانية إلى مواقع الشرف والبطولة في محافظة صعدة وتحديدا زيارة قمة سلاسل جبال الأزهور، التقينا هناك بقائد مدفعية اللواء السابع حرس حدود، حيث أن المدفعية ترهب العدو وتصيب الأهداف بدقة. التقرير التالي وفيه تفاصيل أوفى من الميدان. المدفعية كانت تعرف تاريخيا بأنها كل آلة تستعمل في الحرب لإطلاق مقذوفات كبيرة الحجم، وتتنوع أنواع واستخدامات المدافع وتشمل أقسام عديدة، منها المدفعية المضادة للطائرات والمدفعية المضادة للدروع ومدفعية الهاوتزر والهاونات والمدفعية الجبلية والمدفعية الساحلية ومدفعية الميدان والمدفعية ذاتية الحركة والصواريخ التكتيكية وراجمات الصواريخ. توفر وحدات المدفعية غطاء للقوات البرية أثناء تقدمها بضرب المواقع الثابتة للعدو وتقليل قدرته على صد الهجوم، إضافة إلى دورها في توجيه ضربات للقوات المعادية التي تتحرك في الاتجاه المعاكس. في زيارتنا لمواقع الشرف والبطولة في محافظة صعدة وتحديدا في سلسلة جبال الأزهور، التقينا بقائد مدفعية اللواء السابع حرس حدود ليشرح لنا طبيعة عمل هذه المدفعية. في أعلى قمم وجبال محافظة صعدة هنا نلتقي بالأبطال، وتحديدا هنا في هذا المكان الذي يعتبر مكان خاص للمدفعية، بحضور أيضا هنا قائد المدفعية والشباب الذين دائما يقومون بإرسال يعني قذائف الهاون إلى هذه الجماعة المتمردة لعل تعود إلى صوابها. نتعرف عليك. الملازم أول محسن غانم صالح المزني. حياك يا فندم محسن، أنت قائد المدفعية، يعني ما الذي تمثل هذه المدفعية من يعني قوة وإضافة أيضا إلى جواركم أنتم كأبطال الجيش الوطني؟ المدفعية لها دور مهم جدا في اللواء وفي الجبهات المتقدمة، وهي التي تساعد على دحر العدو أكثر ما يمكن من عيار، يعني عيار فعال وعيار له أهمية كبيرة بالنسبة للهجوم أو لصد لدحر مواقع العدو أو لضرب مواقع العدو التي يتخبأ فيها أو يختبئ في نوراها. رغم القوة النيرانية العالية التي توفرها المدفعية، إلا أن كفاءة ضرباتها تعتمد على دقة تحديد الهدف، خاصة عندما يتعلق الأمر بتوجيه ضربات لأهداف متحركة. المدفعية لا تقل أهمية عن بقية الأسلحة التي تقوم بتصويبها إلى هذه الجماعات المتمردة لتحرير كثير من المواقع التي كانت تسيطر عليها الجماعات. نحن الآن من أمام هذه المدفعية ونحن نرصد تقريرا خاص عن دورها البارز مع هؤلاء الأبطال هنا في أعلى قمم جبال الأزهور في رازح بمحافظة صعدة. لقناة عدن الفضائية سمير السروري.
قبائل حجور انتفضت بوجه الميليشيات الحوثية وأطلقت نداء استغاثة للتحالف لدعمهم لمواجهة العدو الذي ضيق الخناق على قبائل حجور منذ فترة طويلة، والتحالف بدوره لبى النداء وشن غارات جوية استهدفت مواقع الميليشيات. أطلقت قبائل حجور اليمنية نداء استغاثة لتحالف دعم الشرعية لدعمها في مواجهة هجوم شنه الإنقلابيون ضد قبيلة العبيس التابعة لحجور في مديرية كشر مستخدمين الصواريخ والمدفعية الثقيلة. ومع استمرار المواجهات بين ميليشيات الحوثي وقبائل حجور بمحافظة حجة شمالي غرب البلاد، انضمت قبائل جبهان وذو مسلم وذو كديس. الميليشيات قصفت بشكل عشوائي قرى قبيلة العبيسة بالأسلحة الثقيلة في حملة مسلحة حشدت لها عناصرها من مختلف المديريات بالمحافظة وفق شهود عيان. ويفرض الحوثيون حصارا خانقا على قبائل حجور منذ سبتمبر الماضي بحسب ما أفادت مصادر محلية في محاولة لإخضاعها. طائرات التحالف استهدفت بثماني غارات تعزيزات وتجمعات لعناصر الميليشيات في محيط مناطق قبائل حجور، هذا وتنتشر قبائل حجور في أكثر من 10 مديريات بمحافظة حجة وتتكون من 200,000 نسمة. لقناة عدن الفضائية ولبرنامج عدن في أسبوع سمير السروري. مدير عام أمن عدن ومدير عام دائرة التوجيه المعنوي بوزارة الداخلية نفذت منظمة تجديد بالعاصمة المؤقتة عدن حملة توعوية بمجتمعية لمناهضة ظاهرة حمل السلاح للمدنيين تحت شعار سلاحك يدمر مدينتي. مزيدا من التفاصيل في سياق التقرير التالي. سلاحك يدمر مدينتي عنوان الحملة التوعوية مجتمعية خاصة لمناهضة ظاهرة حمل السلاح للمدنيين في العاصمة المؤقتة عدن. الحملة التي انطلقت على مدى يومين في مديرية خور مكسر واختتمت في المنصورة وسط حضور فاعل لأطفال وشباب وناشطي محافظة عدن. في يومها الأول ومن أمام إدارة أمن العاصمة عدن تفاجأ منظم الحملة بحضور اللواء شلال علي شائع مدير أمن محافظة عدن ومشاركتهم هذه الوقفة في رسالة مفادها أن مطالب أبناء هذه المدينة سيتم تنفيذها من خلال حملة ستنفذها السلطات المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن لمنع ظاهرة حمل السلاح للمدنيين وبإشراف من وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري. هنا نعلن من هذه الساعة وبمشاركة أبنائنا بهذه اللافتات بهذه المشاركة المتواضعة ليأكدوا أن تلك القرارات التي أصدرت من اللجنة الأمنية العليا وبمشاركة الأخ معالي وزير الداخلية أحمد الميسري وكذا بدعم وتأييد ودعم مباشر من قوات التحالف العربي الإمارات العربية المتحدة ودولة المملكة العربية السعودية لأن تكون حملة جادة على الواقع العملي الملموس عدن خالية من السلاح. لوحة مدنية تجددها منظمة تجديد التي نظمت هذه الحملة وشارك فيها براعم أطفال عدن رافعين خلالها لافتات تؤكد حرصهم على مدنية هذه المدينة التي تنبذ ظاهرة حمل السلاح وتدعو للسلام والتعايش وحب الوطن. أن يقدموا براعمنا براعم منظمة تجديد إلى هذه الساحة وأن يستقبلهم مدير الأمن بشخصي ومدير التوجيه المعنوي ومدير المرور ومدير العمليات في محافظة عدن، إنما هذا يدل بأن هنا مصداقية حقيقية لإنهاء ظاهرة السلاح وحيازة السلاح والحفاظ على مدنية هذه المحافظة التي أبت إلا أن تكون مدنية. أطفال عدن ينبذون المظاهر المسلحة وعدن أجمل بدون سلاح، سلاحك يدمر مدينتي، شعارات ولافتات رفعها المشاركون في هذه الحملة تم فيها توزيع البروشورات والملصقات لعدد من المواطنين واختتمت بمشهد تمثيلي قدمه أطفال عدن بمشهد يحاكي حبهم لعدن وخوفهم من تفشي هذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق سكان هذه المدينة وتهدد مستقبل أطفالها، نالت استحسان الحاضرين. لقناة عدن الفضائية وضح الشليلي عدن.
في إطار اهتمام والمتابعة التي توليها القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبد الرب منصور هادي في صرف كافة مستحقات المتقاعدين بمختلف المحافظات اليمنية المحررة والغير محررة. تفاصيل في هذا التقرير. الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بعدن هيئة مستقلة ماليا واداريا وتتبع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وتعمل على ضمان مستقبل آمن اقتصاديا في بلدنا لتحقيق النظام التأميني والذي يعتبر مدخلا للأمان الاجتماعي. في إطار الاهتمام والمتابعة التي توليها القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي في صرف كافة مستحقات المتقاعدين بمختلف محافظات الجمهورية، قناة عدن الفضائية نزلت إلى مبنى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والتقت بالأستاذ علي ناصر هدار رئيس الهيئة لمعرفة عمل الهيئة وماذا قدمت لكافة المتقاعدين بالجمهورية. القيادة السياسية ودولة رئيس الوزراء عملوا على توجيه وزارة المالية بصرف معاشات المتقاعدين بالمحافظات غير محررة بواحد مليار و 743 و 48 ألف و 400 واحد. نحن وفق لقرار الرئيس بزيادة القلة المعيشة للمحافظات المحررة ب 603 مليون و 071 و 250 ل 15% من 30 الزيادة الأخيرة. المحافظات الغير محررة 283 مليون و 640 و 275. بتلاحظوا أن نحن الآن بنصرف للمحافظات المحررة وفق للزيادة 15% 4 مليار و 632 و 596 و 204 ل 43 ألف و 456. بتلاحظوا أنه قبل الزيادة نحن كنا نصرف بمبلغ آخر والآن الزيادة ارتفعت، ولكن الحكومة تغطي هذا العجز. المحافظات الغير محررة نصرف الآن مع الزيادة 2 مليار 026 688 و 676 يعني بزيادة 15%. القلال للمحافظات الغير محررة نحن من نوفمبر ديسمبر يناير خلال الأسبوع القادم سنصرفها. طبعا وزارة المالية قطت وفق لتوجيهات الرئيس حفظه الله وكذا المحافظات المحررة. فهي الرافد الأساسي للمركز المالي للصندوق التأمينات والمعاشات، هذا بالإضافة إلى ما يحققه الصندوق مع صناديق التأمينات الأخرى من دعم للسياسات الاقتصادية للبلد، وكذا تعمل على حماية أفراد المجتمع من الانحراف والتشرد والضياع من خلال ما تقدمه التأمينات من معاشات وتعويضات تؤمن حاضرهم ومستقبلهم وتأمين العيش الكريم للمؤمن عليه وأسرته في حياته ومن بعده عن طريق دخل مستقر، والمساعدة على التخفيف من الأعباء والالتزامات الملقاة على عاتق الدولة والمجتمع باعتبار التأمينات والمعاشات من أهم الأدوات الاقتصادية لتحقيق التوازن ومعالجة الاختلالات الاقتصادية. انصار عبد الجليل، قناة عدن الفضائية، من العاصمة المؤقتة عدن. ضمن اهتمامات وزارة الشباب والرياضة بتطوير الحركة الرياضية والشبابية في عموم اليمن، افتتح مدير عام مكتب الشباب والرياضة بعدن المهندس نعمان شاهر مقر نادي الاتحاد الرياضي الثقافي بمديرية المنصورة بمحافظة عدن. مزيدا من التفاصيل في سياق التقرير التالي. افتتح نادي الاتحاد الرياضي الثقافي الناشئ حديثا مقره في مديرية المنصورة بمحافظة عدن اليوم. وفي الافتتاح الذي حضره المهندس نعمان شاهر مدير مكتب الشباب والرياضة بعدن وعلي الصلاح الرئيس الفخري للنادي، أشاد بدور شباب النادي والجهود التي يبذلونها للنهوض بأنشطته المختلفة، مؤكدا دعم مكتب الشباب والرياضة لكافة الأندية. بسم الله الرحمن الرحيم، سعداء جدا بتدشين وافتتاح نادي الاتحاد الرياضي في منطقة المنصورة. نتمنى أن يكون هذا النادي رافدا للحركة الرياضية في مدينة عدن، وأن يستطيع أن يستوعب الشباب والناشئين في هذه المنطقة. منطقة المنصورة منطقة كبيرة جدا، سكانها في تزايد مستمر، ونعتقد أن هذا النادي سيكون مساعدا لنا في استيعاب وتطوير النشاط الرياضي في المدينة إن شاء الله.
كما أشاد رئيس نادي الاتحاد الرياضي الثقافي خطاب فاروق بجهود الجميع من إداريين ولاعبين وجهات داعمة لإنشاء هذا الصرح الرياضي الرافد للحركة الرياضية بالشباب المبدع في كافة الألعاب الرياضية. سوف نسعى جاهدين بإذن الله أن نقدم الأحسن، وإن شاء الله سوف نقوم بالارتقاء بالألعاب الرياضية والنهوض بالحركة الشبابية، وإن شاء الله ربنا يكون يعني بعوننا. فهذه برضو تعتبر يعني مهمة صعبة في الوقت الحالي، لكن إن شاء الله سوف نتجاوزها بإذن الله. فيما أثنى نائب رئيس النادي ومسؤول النشاطات فيه رامي أحمد بن أحمد على كافة الجهات الرسمية الداعمة لإقامة النادي متعهدا ببذل كل الجهود للنهوض بنشاطه. الافتتاح مع مقر نادينا الغالي نادي الاتحاد الرياضي الثقافي الذي يعتبر أحد الأندية في مديرية المنصورة وعلى مستوى محافظة عدن، وهو نادي تحت التأسيس، ونحن لله الحمد يعني طبعا في هذا النادي أقمنا العديد من الأنشطة الرياضية متمثلة في كرة القدم كلعبة أساسية في النادي بفئات مختلفة للأمل والأشبال والبراعم والناشئين والشباب كخطوة أولية تتناسب مع خطة النادي المستقبلية بإذن الله تعالى. كذلك من ضمن الأنشطة المتواجدة ضمن برامج النادي هي لعبة تنس الطاولة، وهي لعبة حديثة طبعا، ونشكر طبعا في هذه اللعبة على جهود الكابتن الغدير ولاعب منتخب وطني لطفي رشاد شماخ. هناك برضو كذلك لعبة أخرى تدخل ضمن أنشطة النادي وهي كلعبة برضو أساسية وننافس بها بشكل قوة، هي لعبة الشطرنج. لعبة الشطرنج على مستوى فئة البراعم والناشئين. هذا وقد طف المهندس نعمان شاهر مدير مكتب الشباب والرياضة بعدن في جنبات المعرض الذي أقيم على شرف الافتتاح، واستعرضت الصور فيه نخبة من أساطين الرياضة في عدن. كما قام النادي ماراثون رياضي لأشبال وشباب النادي، استعرضوا فيه مهاراتهم المختلفة، وكرم مدير عام الشباب والرياضة عددا من الشخصيات الرياضية وأكد المشاركين في المهرجان. وبهذه المناسبة رفع وكيل أول محافظة عدن محمد نصر شادلي أسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة افتتاح نادي الاتحاد الرياضي الثقافي بمديرية المنصورة. إلى هنا مشاهدي الكرام ننتهي وإياكم من برنامج عدن في أسبوع، والذي عرضنا لكم فيها مجموعة من التقارير الميدانية خلال أسبوع كامل، ونلقاكم بإذن الله الأسبوع المقبل وتقارير جديدة. وهذا سمير السوري، استودعكم الله. Thank you.